هاي جايز، كيفكن؟ رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة بيك اكس دي، واليوم يا جماعة نزل تحديث لهالوين الجديد بلعبة بيك اكس دي، اللي هو اشي غير متوقع. امبارح يا جماعة بعتولنا ايميل تبع التسريبات تبع تحديث لهالوين، واليوم نزل التحديث. صراحة اشي غير متوقع، بس كتير متحمسة مشان نستكشف تحديث اليوم. ف يب، ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة كمان، حطوا لايك الفيديو. وبس هلا جايز، خلينا نبدا ونبلش نستكشف التحديث. ما كنتوا شايفين الشاشة برا كيف شكلها. اوكي، او ماي جاد، كتير متحمسة. طيب هلا يا جماعة دخلنا، فخلنا ناخذ كوينز. واحد، اوه شو هاد، او ماي جاد. هون كاتبين هالوين اجا، بعدين انه اجا حيوان اليف تبع فليند. يعني اوكي، فليكر استخدم القوة تبعه والطاقة تبعه مشان يجيب حيوان اسمه سنوز. اوكي، بيحب ينام بس مش لازم تصحوه. اوكي اوكي، طيب كل الاشياء شفناها بالايميل. ليكو يا جماعة شكل التحديد، او ماي جاد، ليكو ملابس هذه البنت، او ماي جاد. في صناديق تبع الهالوين اللي الناس بعثت لي اياها، او واو، او بصدق تبعتوا الناس حلوة، بعثوا لي بس شخصين. اوكي، فضافوا الميزة تبع انه الهدايا، فبس شخصين بعتولي لأنه التحديث ساتو جديد. اكتبوا لي بالتعليقات اسماءكم ارقامكم مشان ابعث لكم هدايا. مثلا رح ابعت هدية لهذي البنت. اوكي، فيكم تبعتوا اشياء حلوة واشياء سيئة، كده حبعت اشياء حلوة وبس بكوينز، اشي حلو الصراحة. انه بتحديث العيد ميلاد كان في بس جواهر. المهم اوكي جايز، فخلينا نستكشف التحديث. زي ما كنتوا شايفين البرج هذا لساته زي ما هو. فليكر كان هون، ما بنعرف وين راح. خلينا ندخل هون نشوف المدينة كلها من فوق. اوكي، اوه اوكي، شو هاد؟ ليكو تحولت لوحش، وليكو هون في خطة تبان انه يعزيك مدري شو مدري شو. اوكي اوكي، فالعالم هون ما بنقدر نشوفه. واو، استنى، انتظروا انتظروا انتظروا، واو شو هاد، او ماي جاد. اوكي، خلينا جايز نروح نستكشف التحديث اكثر. ف ليتس جو. اوكي، نطلع، وهلا رح نستخدم الدراجة النارية تبعنا مشان نتنقل. اوكي جايز، عفوا كيف مالكم صوتي، الساعة 7 لازم نروح على المدرسة الساعة 9 مشان هيك عم صور لكم جايز. فاتمنى تشتركوا بقناتي وتحطوا لايك. ويا بليك، وهذه هي اللعبة الجديدة، طبعا نفس اللعبة اللي كانت بالتحديث السابق، بس فيها حيوان اليف اللي قالوا مش لازم تصحوه، يعني بس تشوفوا هناي اقلبوا الطريق وروحوا. اوكي، عندنا كمان بيت تبع هذا الكولدرن رجع، فاشتروه جايز، راح كثير حلو. انا اوريدي عندي اياه. في جايز صندوق هون، اوه واو، اوكي شفتوا جايز، اخذت صندوق سري، في 6 صناديق سرية. بس anyways، هون في ايش هاد، اوه اوكي، مكان مشروبات سحرية والاشياء زي هيك. بدي اجرب هذا، حجرب المشروب الاسود. فلتس جو. اوه ماي جاد، ليك وصلت بشبه الشبح تبع سكريم، انا جوست فيس.
طيب سمعت المدرسة صار فيها تغييرات كبيرة، فخلينا نروح على المدرسة ونشوف هذه التغييرات. ليكو الشعر اسمها ام اس، ليكو القلب اللي عملوه. طيب ايش معنى ام اس؟ ماجيك سكول، ماجيك سكول مدرسة السحر. فخلينا ندخل يا جماعة. اوه ماي جاد، واو ليكو الخزانات كيف صاروا خزانات بهذا اللون. ليكو القسم كيف صار، ليكو كمان الارض كيف صارت، ليكو المدرسة كلها تغيرت. او ماي جاد. طيب خلينا ندخل. شو هاد؟ ولا شيء. المهم هون جايز، ناثانا بتعلمنا كيف نستخدم العصا السحرية. واو اوكي شو صار، ليش نابع لنا؟ طيب وايش هاد؟ اوكي شو جايز، حبيت كثير هاد التحديد. كمان سمعت انه في ممر سري بالمدرسة، فخلينا نجرب نبحث عنه. افتح كل الخزانات، نجرب ندخل الخزانات. اوكي ما في. ففي قاعد ممر سري المدرسة عم يتعلموا الناس الاشرار فيه السحر السيء. من السحر اللي بتعلموا الشر، السحر اللي ما راح يفيدهم شيء حلو. اوكي ليكو جايز الكافيتيريا كيف صايره؟ بتعرفوا بايش ذكرتني؟ ذكرتني بهاري بوتر، ولا كمان بالمدرسه تبع وينزداي ادمز، انه نيفر مور اكاديمي. طيب هلا ما باين لي ولا مكان سري، فخلينا نطلع. خلينا نستكشف يا جماعه الباقات الجديده كمان. ففي باقه اسمها هذه باقه، بعدين مكنسة، البدلة الجديدة. او ماي جاد هذه البدلة. طيب اوكي بس هيك، فرح اشتري جايز كل هذه الملابس بفيديوهات شاي عشان جايز ترقبوا. وبس جايز هيك رح اخلص الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. فاكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم، هل حبيتوا التحديد؟ هل كنتوا بتتوقعوا انه ينزل اليوم؟ صراحة لا اتفاجأت حرفيا، يعني اليوم مفروض بدخل المدرسة الساعة 9 اوكي، فبصحى مع الساعة 8، بس انا قاعد صحيت مع الساعة 7 ولقيت تحديد. فكثير كثير مبسوطة عشان نزل. رح نزلكم فيديو عن الصناديق السرية الاماكن تبعها، فعشان هيك ترقبوا كمان. وبس اشتركوا جايز بالقناة كمان حتى لايك الفيديو، لو ماكم حاطين لايك، لو ماكم مشتركين بالقناة بعد. بس بحبكم كثير كثير، نلتقي بفيديو جاي. باي.